ما تحمله نفسي أمر جلل، فما من رحلة تنطلق دون رحلة الروح في جسد جاثم، فإذا هي بلغت مقامها قام الجسد وراح يجري لمستقر له. غير أن ذهني يثقل على روحي وجسدي، فذهني عبارة عن غابة كبيرة تطوق بحيرات متفرقة، كل شجرة من تلك الغابة تمثل ذكرى من ذكرياتي، كل تلك الأغصان ترسم تفاصيلها الحادة، كل ورقة فيها تكتب تقاريرها، وكل ثمرة فيها تعبر عن نتاجها، وما من ثمرة إلا وتسقط يوما. يتغير حال الأشجار مع تعاقب الفصول والأحوال، ذلك ما يغير لونها وسمكها وشكلها. كثير من الأغصان ستتعرى، يتفتت ورقها بعد أن يجف، وتختفي ثمارها بين الحصوات المبعثرة. فإذا دال الحول تنبت نفس تلك الشجرة أغصانا وأوراقا وثمارا مختلفة لتنطلق إلى الحياة من صلب ذاكرة قديمة، فينبت الحي من الميت، وتنبت السعادة من أنقاض الحزن. إنها لرؤيا لا تزول بزوال الأحداث، فهي عالقة تعلق الفاقد لذاكرته بأسماء الأشياء العالقة في عمقه. إن الأشجار مستقلة عن أغصانها وأوراقها وثمارها، الأشجار أمهات لكل قديم وحديث وآت، هم متغيرون بينما هي ثابتة لا تزول إلا بزوال الحياة. إنني كلما مشيت في تلك الغابة أنظر إلى نفسي بين تفاصيلها، فتلك البحيرة مرآتي، إنها بحيرة مرعبة في جمالها، أرى فيها السرور والشجن. ليس من الصواب أن نحاول لمس أنفسنا في ذلك العالم، فليس بين نفسنا القديمة والحديثة والمقبلة من رابط وتشابه، فخرق الأزمنة أمر جلل لا يجب العبث به. نحن غرباء في مكان أغرب، وإن كانت الشجرة أم الأغصان وجدة للأوراق والثمار، فالأرض التي تحملني أم للجميع وأم لكل أزماني. إنه مكان يجمعنا ويجمع كل ما فعلنا وما فكرنا، مكان متشعب متداخل كالفسيفساء. في هذه الغابة الكثة الشاسعة نور وظلام، هناك من يحسن التخفي والاختباء في الغبش، وهذا ما يفعله السواد، فما من حسنة للمتخفي في الظلال. فالظل تنين بلوع، بينما أراني مختبئا في النور، وذلك أحسن الاختفاء.